فاش كنقصحوا ريوسنا وتنديو شي واحد اللي والدينا رافضينو لينا، تاكدوا باللي انكم عمركم ما غادي تفرحوا معاه. حيت ربما والدينا بالنضج ديالهم والتجارب ديالهم والاحاسيس ديالهم تيشوفوا فيه شي حوايج اللي حنا ما كنقدروش نشوفوهم، وهذا الشيء بالضبط هو اللي غادي نستافدوا تماما مع وفاء في حكايتنا الليله، اللي ندمات حتى ندمو شفار عينيها انها دارت اللي في راسها. لكن كيف العاده اللي كنوعدكم به في هذه الحكايه انه نهايه ايجابيه وما غادي تخرجوا تديو معك عبره، فما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وحوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. حكايتنا الليله طويله بزاف، داكشي باش ما قدرتش نحط عليكم البارح لانه فيها ثلاثه ديال السوايع ديال القصه، وانا حاولت نختصرها. ما عرفتش شحال غادي تعطيني، ربما 30 ربما 35 دقيقه الله اعلم. المهم اختصرت بزاف ديال الاحداث باش نقدر نعطيكم ما هو مهم واللي تقدروا تستافدوا منه في حكايه الليله. فقبل ما غادي نبداو في القصه ديال اليوم، اذا تيبان لك باللي انه هذه القناه تستحق الدعم والمشاركه، ما تبخلش انك تشاركها مع القريب والبعيد باش هذا المحتوى وهذه العبر يستافد منها الصغير والكبير. فما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود وتيدير معايا واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وما تنساوش حاجه واحده اخرى، هو انه ما تنساوش انكم تفعلوا جرس القناه باش تكونوا من الاولين اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي ولا الحكايه ديالي اللي كيف كيتحطوا تاع نهاريا نهار لا، منها نونسك ومنها تستافد معايا. واذا كنتي اصلا مفعله جرس القناه وما كيوصلكش الجديد، غادي نطلب منك طلب خفيف على وجهي انك غادي تحيدي داك الجرس وغادي تفعلي من اول وجديد باش تعاودي كتوصلي باي حاجه كنحطها. خير ما تعطلش عليكم اكثر، طولت عليكم في الهضره، وخلينا نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا وفاء كبرت وسط عائله اللي هي محافظه، الام ديالي منقبه وحاجه، وكذلك الاب ديالي اللي هو ملتزم وحاج شي 7 ديال المرات وخدام في دوله الخليج. الاخت ديالي كذلك محجبه، وحنا تقريبا كنا عائله متماسكه مع بعضياتها. عندنا علاقه زوينه لا من ناحيه الخوت ولا من ناحيه الوالدين، حنا مترابطين مع بعضياتنا. كنتكلم فقط على العائلة ديالي الصغيرة. كبرت وسط والدين اللي تيبغوا بعضياتهم وعلاقتهم زوينة، وعمرني ما شفتهم تخاصموا قدامي ولا حتى تناقشوا قدامي، اللهم ولك الحمد. من هاد الناحية أعترف أنني كبرت وسط عائلة اللي هي متوازنة وسليمة. قرأت وسط مدرسة اللي كانت خاصة، وكانت عندي صديقة اللي هي محجبة. حتى لهنا كل شي كان مزيان وقصتي كانت غادة رائعة. كبرت حتى درت 15 سنة وغادي يجي اول خطيب ليا اللي كان استاذ في واحد المدينه واحده اخرى اللي كنت انا رافضاه، لكن الام ديالي بغاتو. في نفس الوقت جاني خطيب واحد اخر اللي هو انسان اول مره شفته غادي يعجبني، وقلت هذا هو الشخص اللي انا بغيت. انا نقول لكم كيفاش تعرفت عليه. الطريقه باش تلاقيت انا وياه هي انه واحد النهار با هو غادي للجامع تلقى في الصدفه مع الشخص اللي ماما كانت كاريه ليه لتحت في الدار واللي كان ساكن مع عائلته. ماشي حيتاش كنا كارين محتاجين فلوس، ولكن كنا محتاجين الامان في دارنا لان بابا ما كانش معنا، وكان ضروري اننا نسكنوا معنا شي عائله في الفصيل التحت اللي ماما غادي تكره لدوك الناس، واحد السيد هو ومرته اللي كانوا ملتزمين. المهم باختصار مفيد، هو تلقى بهذا السيد وقال ليه بلي انه بغيت شي بنت الله يعمرها دار. هو قال ليه شوف واحد البنت سميتها وفاء، راه كتخرف من مدرسه خاصه وظريفه ووالديها راه ميسورين. هاد الجارنا جا قالها لخالي، وذاك الراجل الكبير جا دوا مع خالي، راني بغيت وفاء لولدي فلان واش ممكن؟ قال لي خالي راهما دابا كاينين حاليا في العرس، دابا نقولها لهم ونشوف شنو غادي يقولوا ليا. فعلا جا خالي وقالها لماما اللي ديك الساعه قالت لي بلي انا راه بنتي مخطوبه على داك الاستاذ، وانا ما كنتش باغاه لانه كانوا تيعاودوا عليه بلي انه زهواني. فهاد الشيء كامل اللي تنعاود لكم وانا عندي 15 سنه، هاد السن اللي ما خاصش اصلا تكون عندي هاد الفكره ديال الزواج. انا غادي نقول لماما صافي راني بغيت نهضر مع داك اللي من طرف خالي. ماما كتثق فينا بزاف وهي صاحبتنا وقريبه لينا، وافقات وهضرت معاه وعجبت عقليتي. انا داك في داك السن ما كانش عندي العقل، ولكن كنت نفكر بلي انني نستقر مع شي انسان، لانه في عائلتنا كبرت ومعروف علينا بلي انه عندنا الزواج من الصغر، وحتى من ماما كانت زوجات على 15 عام وكاع خوتها. فبقيت انا تنهضر معاه، كان كبر مني ب 15 سنه، بقينا على تواصل لمده 4 شهور، كنت عارفه والامور غدا مزيانه، وحتى في قرايتي كنت غدا هي هذيك، زعما عادي جدا، ما كنت متفوقه ما كنت كسوله. غادي نطلب من ماما اننا خاصنا نفسخوا الخطوبه من دوك الناس الاولين داك الاستاذ، حيت انا صافي مستعده واقتنعت بهذا الشخص الجديد اللي جا. مد داك الشخص بقى فيها الحال وما بغاتش، وقالت لماما حتى يجي الحاج ونجيو لعندو، حتى هذا نظر اللي بغيتو على لا.
دازت مده غادي نمشي للمدينه فين كاين فيها السيد اللي بغى يخطبني على ودي الدرسه ديالي، ولكن هو ما كانش ساكن تما، كان ساكن في الديار الاوروبيه. فمشيت انا وماما، فاش وصلت عيطت على باه وقلت لي راه حنا في المدينه ديالكم عمي، واش نجيو نشوفكم ونزوركم. انا جاتني الفكره فقط ديال انني نجي نشوف الدار اللي غادي يسكنني فيها ونبرقك فين غادي نعيش وشنو المستوى ديالو كيفاش داير. باه قال لي واش قلتيها لولدي؟ قلت له بطبيعه الحال عمي. قال لي هو صافي فاش توصلوا البلاصه الفلانيه صونيو عليا وانا غادي نخرج لعندكم. شويه غادي صوني عليا باه باش انه يقول لي شفتي ولدي راه اكبر حمار عزكم الله. علاش اكبر حمار؟ لانه خلاك خرجتي جايه انت وامك لهاد المدينه وما قلتوهاش ليا، راه ضروري كان عليكم انكم تعلموني قبل. وولدي راه اكبر حمار وعمرك ما غادي تدخلي لداري ولا حتى تكوني مرت ولدي. وبهذا الاسلوب باش قالها ليا بدون ما انني نعرف السبب ديال هاد الهضره، علما انه هو اللي بغاني لولده. واخا ماشي مشكل، شديت ديك النمره ديال باه اللي في الاصل كنت نتواصل غير بالتليفون ديال ماما، وقالت لي قطعيها باش ما يبقاوش يصونيو عليك ولا يبقى عندنا معاهم حتى شي تواصل. فعلا داكشي اللي درت. وبما انه عندي فيسبوك حاله في البيسي ديالي لانه ما عنديش تليفون غادي يتواصل معايا فيه، وغادي يبدا كيسولني شنو واقع وعلاش من باك ما بغاش اخويا. صافي انا ما نقدرش نتزوج بشي شخص كذا وكذا وكذا، فيها خير وسدينا ديك العلاقه. جا بابا في شهر 9 اللي كنا غادي نديرو فيه الخطوبة ديالي والعقد، ولكن هنا غادي يجي داك الأستاذ اللي خطبني في الأول. جا عاود خطبني مرة ثانية وقلت لهم بلي أنني مستحيل نديه. ماما قالت لي صافي غير تزوجي به وهو راه تيبغيك وراه وعدك أنه يخليك تكملي قرايتك وتطوري من راسك إلى ما آخره، وهكا تقدري تنجحي في مستقبلك معاه. فعلا ناض تمو بنات لي طبقة فوق من 3 ديال الطبقات في دارهم، وبناتها بالذوق ديالي انا كيف ما بغيتها. صافي قررت انني نقبل به واخا داكشي كله ما خصوش يكون اصلا وانا عندي 15 سنه. انا كنأكد على هاد الهضره، انا عارفه انه هاد الجمله غادي نقراها في التعليق لتحت بزاف، حيت هاد السن خاص الدماغ كيكون مركز اولا تيفكر فقط غير في المستقبل ديالك. ولكن انا كبرت بهاد الافكار، والجمله اللي كانت كدور في الدار هي الزواج، وخصوصا كنت انسان عاطية العين بشهاده القريب والبعيد. المهم هزينا يدينا دنا الفاتحه وتخطبت ليه، وطولناها لمده عام اللي بدينا كنتعرفوا فيها عاد غادي نديروا العقد والعرس. بابا رجع في حاله، انا بديت في التوجات وخيطت اللي خصو يتخيط. نهار قبل العرس بثلاث ايام تيصوني لي الخطيب باش انا يقول لي انا ما غاديش نجي لانه ببساطه ناض لي الحبوب في الحمي، ولكن حنا العرس راه ما بقى ليه والو. انا صافي راني ما جايش. مشينا هضرنا مع المعروضين وقلنا لهم بلي انه العريس راه مريض وراه حبسنا كلشي. بابا تعصب لانه جاي من الخليج على قبل هذا الحدث، وفي الاخير بكل برود ما بقى حتى شي حاجه. فانا غادي نفسخ الخطوبه، وصراحه ما نكذبش عليكم انا تنفست وعجبني الحال لانه ما كنتش باغا، غير ماما اللي كانت كتقول لي راه ظريف وهادي وهادي. انا ديك الساعه صافي قلت لماما بلي انه ما تليتش باغا نفكر في الزواج، باغا غير نقرا. ركزت فعلا في القرايه ديالي حتى درت 17 سنه ومشيت درت ديبلوم ديال الهلال الاحمر، وتما كان واحد الطبيب اللي محتاج واحد البنت انها تخدم عنده. مشيت خدمت عنده وعجبو الحال لانه دايره الزفت ديالي ومحتشمه ولا في الباسي ولا في كل شيء، وداير لي صالير ديال 2500 درهم. فبالنسبه ليا انا ساكنه مع العائله ديالي واكله شاربه، يعني فلوسي تيبقاو ليا غير محطوطين. وفي نفس الوقت كنت نقرا وتنخدم ومستمتعه بحياتي بطولها وعرضها فيما يرضي الله. واحد النهار واحد البنت صاحبتي لي هي واحد الانسانه رائعه وخدامه معايا، وانا من قبل كنت عاودت لها القصه نتاع داك الخطيب السابق اللي ساكن في اوروبا اللي عمرني ما نسيتو، وكنت ديما كندعي الله باش انه يجمعني معاه شي نهار. كانت جالسه في البيرو حتى كتشوف في الكاميرات ديال المراقبه، قالت ليها وفاء اجي تشوفي شنو كاين، راه فلان. ويلي والله لا هو، شكون قال لي انا هنا؟ ما صدقتش. قالت لي صاحبتي سيري شوفي شنو بغا وعلاش غادي نهبط وهو كوراجي غير يدوز. هبط وقال لي تبدلتي حيت عامين ما تشوفنا، وانا ذاك كنت بدلت من اللباس ديالي، ما بقاش كنلبس داك الجلباب ولكن وليت كنلبس سروال عريض وقميجه اللي هي طويله. حدو قال لي سلام لاباس ومشى فحالو. رجعت عند صاحبتي كانه شيئا لم يكن. ايوا وكملت نهاري حتى وصلت العشيه وقلتها لماما اللي اصلا هي عمرها ما بغات داك السيد ولا دخل لها مع دماغها. داز اسبوع بالضبط وصنع عليا، بقى عقله غادي يصنع عليا نهار الحد، غادي يسولني لاباس كلشي مزيان كلشي هو هذاك. جاوبته وهو يقول لي اذا جيت خطبتك واش غادي تقبلي بيا؟ ما عرفتش. المهم انا بغيت نجي عندكم غدا انا وولد خالي
علاش باكم امك ما يجيوش؟ وراك عارفه با وفاء. ايوا انا ما نقدرش اذا ما كانش باكم امك ما نقدروش اننا ندخلوك، حيتاش عارف بلي انا بابا ما كاينش والام ديالي منقبه، وغادي نعيطو غير على خالي اللي خاص يكون معاك راجل اصلا. خليته في المكالمه ومشيت عند ماما، قلت لها شوفي راه فلان راه غايجي. قالت لي اذا بغى يجي راه مرحبا به، ولكن اذا ما جابش باه امه ما كاينلاش انه يعذب راسو، لاننا ما غاديش نقبلوه. وهو انا ذاك كان تيسمع. فاش درت تليفون في ودنيا قال لي من بعد نعاود نعيط لك وفاء، من بعد نص ساعه بالضبط دوالية. وقال لي غادي نجيو غدا انا ووالديا. جاو لغد ليه وجابوا معاهم حلوه ديال لاكريم، وجابوا الورد والسكر وحتى الشوكولات. دواو معانا، ما عقلتش صراحه على التفاصيل فاش دوينا، ولكن ماما قالت لهم بلي انه حنا حتى نتشاوروا مع الحاج ودات كلشي على خير. غير خصنا نتسناو انه بابا من بعد عام باش يجي باش نقدروا نديروا العرس. والخطيب ما بقى ليه والو باش انه يرجع في حاله، وقال لنا بلي انه بغى يتزوج دغيا. قلنا ماشي مشكل، والغلط اللي غادي نديرو وعارفه بلي انا وكلشي غادي يلومني عليه هي فاش انه تشاورنا مع بابا رفض باش انني نتزوج به حتى يجي هو. قلت ليه اذا ما قبلتيش ولا ما جيتيش باش انني نتزوج بفلان انا غادي نتحر، لانني كنت نبغيه. وهذه كانت اول مره فيها غادي نتجرأ وغادي ندوي مع بابا بديك الطريقه، لدرجه انه قال لماما ها هما كبروا البنات وبغاو يحكموا فيا. فمنين ماما شافت بحال هكاك وحيت بابا تيبغيها وتيدير لها خاطرها، فغادي يقول لها صافي غير ديروا العرس. فعلا درنا الخطبه والعرس وبلا عقد، لانه مازال ما وصلت للسن القانوني، حيتاش كان خاصني المرافقه ديال بابا. لكن ماما كذبات عليه وعند باله بلي انني درت العقد، ولكن انا غادي نمشي مع راجلي بالفاتحه حتى ندير 18 سنه. حتى حد ما كان موافق على هذا الشيء، واللي ماما واختي داروا لي فيه الخاطر، وكذبنا على العائله كلها غير باش انهم يديروا لي خاطري وما نتحرش ونتزوج به. مشيت انا وياه قبل ما نعرسو واحد العطله نتاع 5 ايام، حيت انا ذاك كنا درنا الفاتحه. رجعنا وهنا غيطلب مني باش انه ضروري خاصني ندير النقاب. مشى شرا لي النقاب في الكحل ولبستو ومشيت عند دارنا عادي، عطوني ليه بالزيف وجلابه ورجعت ليهم بالنقاب. اللي شافني تصدم، قلت لهم انا صافي درتو واخا عمرني اصلا ما كنت باغا نديرو، فقط هو تفرض عليا ودرتو بدون اقتناع. لدرجه النهار الاول فاش درتو سخفت لانه خنقني، كان قرار غير صائب، ولكن كان الحب او لا التعلق فوق من كل شيء. هاد الفتره انا ما عرفش كيفاش اصلا قبلت على راسي هاد الشيء كامل. درت داك النقاب ومشينا لدارهم، غير هي شافتني مو تصدمات وقالت لي على الاقل دير لها غير شي الوان متفتحه ولا شي توب اللي هو مبرد. انا ذاك كانت بقات لي 3 ايام على العرس، خرجت من الخدمه ومن تحت الامر ديالو. درنا العرس ومشيت لدارهم، في بلاصه ما نمشي بالكسوه بيضه مشيت بالنقاب اللي هو كحل. ماما ما عجبهاش الحال، ولكن ما عندها ما تقول، لانها كتشوف باللي انا وبنتها راضيه على داك الشيء اللي هي فيه. مشيت لعندهم للدار ولقيت واحد اختو اللي كانت والده وما جاتش لعرسي، والاخرى اللي هي مخاصمه معاه وما كيدويوش هذه سنوات وما جاتش. ديك اللي والده شافتني تقرصات لانه كان تيصرف عليها، وفاش شافتني قالت هذه غادي تدي ليا خويا، وكان اكد بلي انا هادشي كامل راني مشيت لعندهم بلا عقد. ايوا وهنا فين غادي تبدا الحرب الكبيره، هنا فين غادي تبدا حياتي الحقيقيه مع هذا الشخص. دوزت معاه واحد الشهر ديال المشماش كيف تيقولوا، تنخرجوا تندوروا تنضحكوا، ومع عندهم واحد ولد اختو معاهم في الدار، فبدات كتقول لي اختو وخرجوا معاكم فلان، حتى ولينا كنخرجوا عائله على قدها كامله. رجع في حاله ودخلت للمعقول ديال الدار، كنت كنعاون وكنت تنعرف ندير كل شيء، حيتاش اصلا هادشي علاش كبرت. في الاصل في الدار كنت عايشه غير انا وعجوزتي وشيخي، وهذيك اختو اللي ما كدويش معاه سنوات. دازت شهرين ورجع عاود من المغرب، دخل بدا كيخرجني كيدور بيا وعاود رجع في حاله. باه غادي مرض لينا وهو غادي للمرحاض طاح لينا، مشيت انا وعجوزتي هزيناه وحطيناه في البيت. عيطت على راجي قلتها ليه ها هو تم جاي، ودينا باه عند راجل خالتي اللي هو دكتور كبير في واحد المدينه واحده اخرى، واللي غادي يفتح ليه ويتكلف ليه بكل شيء وفابور. خالتي انا ذاك عيطت لنا باش اننا نشربوا اتاي معاها، وكانوا عندها زوج ديال الوليدات اللي كانوا توام واللي كنت انا مرضعه معاهم. غادي يدخلوا سلموا عليا طبيعي بيديهم، مديت يديا حيدت النقاب ديالي وبقينا مجمعين. هو تنفخ ما بغاش ياكل، تزير وخرجنا في حالنا. قال لي فين غنمشيو؟ قلت ليه ديني للبلاد مع العائله. سولتو مالك علاش اختي حيدتي النقاب قدام ولاد خالتك، وعلاش اصلا تهمتي معاهم بيديك؟ راني مرضعه معاهم فلان، علاش حتى ما غاديش نسلم عليهم؟ راه بحال خوتي. هزي يدي حتى الفوق وجمعها معايا بالترفيقه. ما عرفش باش تبليت 4 شهور ديال الزواج وانا مازال باقا جديده في هذا العالم. صبرت وقلت ماشي مشكل،
ولكن ما عاودت حتى شي حد شنو واقع. داني وصلنا لدارهم، هبط وجاتني الدوخه وطحت، وهنا بدا كيضرب فيا، كيهزر لي حتى السما ويضرب فيا. واختو ديك الشريره كانت كتشوف وما قادره دير حتى شي حاجه. نط بجميع القوه ديالي ووقفت ودخلت لبيتي، كملت عاوتاني وسكت. هو بدا كيبان على الحقيقه ديالو، طيبي جيبي ديري فعلي بحال شي خدامه ماشي مرتو. من داك النهار هزيتي واحد وحطيتي واحد، والمشكل انه ماشي شي شخص اللي هو متدين، حتى صلاته ما كيصليهاش باش انه يناقشني على الهيئه ديالي ولا ما نسلمش على ولاد خالتي اللي هما اصلا راه خوتي. هو جا شيخي، انا اللي وليت مقابله الضياف ديالو اللي كيجيو كيزوروه، وكنت مقابله من ماكلتو ونقاه ومن كلشي، وكنت ديما نعمر ليه واحد القرعه نحطها ليه حدا راسو في المسالات، نعمرها بالماء ونغسلها ونجيبها ليه. كنت كنتعامل مع حماتي مزيان وكنغسل ليها رجليها، كنت كنتعامل معاهم كاملهم مزيان، لكن عجوزي نيتو خامجه كان ديما تيقول راجلي الربط تلقى ما تسيب. درت 18 سنه ومشيت درت العقد بالوكاله ديال با اللي خلاها ليه، واللي عليها قال لي شيخي راني غير بغيت ندير لك الكاغد، اما كون كاع ما نديرو ليك. ايوا ها انت درتي دابا اللي فضحنا عليه، شنو بغيتي مازال؟ تيغوت هو اصلا قبيح، ولكن في ديك الوقت بحال هزيتي واحد اخر وحطيتي واحد اخر. هذاك النهار اللي كان خصني في المفروض انني نكون فيه فرحانه دوزها عليا باه، اللي ديما كان تيقول لولده ديني انا وامك البلاد اللي انت فيها. جا رمضان وفيه كانت كتجي اختو اللي حتى هي دوزتها عليا وما كتخلينيش نطيب، حتى وليت كنسد عليا البيت وما كنفطرش، حدي كنشرب الماء، حتى هي كتمشي ونمشي انا نقلب على شنو نحط في كرشي. نط الحرب لانه ولدهم قال لي صايبي الباسبور باش انك تجي تلحقي عليا هنا، ومن الطبيعي تزوجت بيه يعني غادي نمشي لعنده. فعجوزتي هي اللي كان فيها واحد شويه ديال الضوء في ديك الدار، وكانت كتجي من جهتي، واخا كانوا كيمنوا عليا بداك البيت اللي كانوا عاطيني، وراجلي ما كانش كيصرف عليا، فدارنا اللي كانوا تيدوروا معايا مره مره. هنا هو غادي يقول لي سيري لداركم بيد ما غادي يخرجوا لك الوراق، وانا ما كنتش كنعاود لدارنا اشنو اصلا تيوقع. جا راجلي فاش قرب يمشي لقى بلي انا خرجت ليا الفيزا، العائله ديالي فرحات ليا، وقلت اخيرا جاب ربي الفرج، غادي نتفك منهم وغادي نمشي نعيش مع راجلي. هنا غادي نلقى راسي بلي انني حامله. جمعت حوايجي ومشيت خلطت على راجلي اللي قال لي يلا نمشيو لبلاد واحده اخرى اللي عندي فيها الخدمه، وتاكد بلي انا السفريات كلهم كانوا بالنقاب ديالي، فبدينا حياه جديده. هنا فين غادي نبدا نكتشف الحياه الزوجيه الحقيقيه معاه، بلي انا وقت ما دخل خاصو يلقاني بطبليتي كنشقى وما خصنيش انني نتكى نهائيا ولا نقول احييت. انا ذاك انا كنت حامله، هو كان تيعرف واحد البنت من دوله عربيه كان كيديني لعندها، تيقول لي عاونيها وقابلي ليها ولادها. هي بحال كانت متفقه معاه، كانت كتعطيني الثقل، وكانت عارفاني بلي انني حامله. واش كانت خليله ديالو عندها علاقه به؟ الله اعلم. واحد النهار ما بغيتش نمشي لعندها، علما انه كل نهار كان كيديني بالزز، كتخرج كتمشي كتخدم هي وياه، وانا كنبقى مع ولادها. فاش كيسالي هو كيجي معاها وكيهزني وكنمشيو للدار. هذاك النهار قلت ليه ما بغيتش نمشي، بديت تنظر في الانستغرام ديالي حتى غادي يطلع ليا واحد صاحبتي ديال الطفوله قديمه. دخلت لعندها ودارت جروب وزادت معنا واحد البنت حتى هي صديقه الطفوله، درنا ابل فيديو بدينا كنجمعوا هو غادي يجي ولقاني كنهضروا عادي، علما انه ماشي عنده عادي، لانه ممنوع ليا انني ندوي مع دارنا وحتى مع اختي اولا مع اي واحد حتى يكون هو حاضر. فغادي يحيد لي التليفون ديالي وغادي يحيد منه لاكارت وغادي يبدا كيضرب فيا، دق دقني بالعصا، وانا مازال كنت حامله. مشى هو الخدمه الصباح، لقيت راسي بلي انني كل عمره بالدم، وهنا عرفت انني يمكن فقدت الجنين ديالي. صونيت عليه اجي ضروري راني كنزف. داتني ديك الصديقه ديالو العربيه دخلتني بوراقها، وهنا قالت لي الطبيبه بلي انه عندك 3 نتاع التوام وبلي انك كنتي في شهرك الرابع. قالت لي كانوا ليك زوج مجموعين واللي هما ماتوا وطاحوا، وواحد بوحدو راه مات وما كانش عنده اصلا القلب وراه مازال ما طاحش. درت الاجهاض، وهنا علاقتنا اصبحت بارده من بعد ما كانت اصلا هي بارده. ما كنتفهموش، ما عندناش الافكار نهائيا، وكان عندي امل انني نعاود نحمل، ولكن ما جابش الله. دوزنا 6 شهور في ديك البلاد ورجعنا للبلاد الاولى فين كان كيسكن. غير حنا دخلنا جا كوفيد وسدوا الحدود، هو بقى بلا خدمه. مشينا عند خوه اللي قال لي ضروري انك ديري قدامه النقاب، فوليت عايشه انا ولوسي وراجلي وانا دايره النقاب، كنطيب به كنشقى به كناكل به، وما كنقدرش نحيدو الا بالليل فاش كندخل كنسد عليا باش نعسو، علما انه حتى ملوسي ما كانش خدام وكان نهار وما طال غير في الدار.
نزيد نصدمكم انه فاش جات الحراره البلاصه الوحيده اللي كانت بارده ما تضحكوش عليها ولكن كانت هي الكوزينه واللي كانت كبيره. غادي ندخلوا ليها، غادي ندخلوا ليها المضربه ديالنا ناموسيه وغادي نديروا فيها القيطون وغادي نغطيو الباب باش ما نبانوش لخوه. هاد خوه تخيلوا معايا اذا احتاج الطواليط عزكم الله ممنوع انه يدوز لانه انا ما دايرهش نقابي. وكنأكد لكم بلي انه هادشي راه ماشي في المغرب ولكن انا وياه في دوله اوروبيه. دوزنا عام مع لوسي بنفس الريتم حتى لقرا جديد دار في مدينه واحده اخرى وتحولنا ليها وبديت كنقرا اللغه. جا خوه قال لي تصرتيها حتى وليتي ديها تقرا. هو اللي غادي ينوض غادي يهرس عليا كراطه على ظهري بدون سبب فقط حيت اش قال لي خوه ديك الجمله. ورغم ذلك كنمشي وكنحذرو وكنقول لي كنبغيك وكنطلبو باش انا يسمح ليا على شي حاجه انا اصلا ما دايرهاش ولكن ما كانش عندي العقل. غيدوز عليا العذاب الكحل ورغم انه عنده الفلوس واموره بخير ولكن كان شحيح. واحد المره غادي تجيني الفكره انني نولي نقاد الحلوه باش نخدم ونسى حياتي. هو قال لي ديري لي بغيتي. علاش؟ هو اصلا ما كانش باغيني انني باش نخدم ولكن فاش سمع الخدمه وغادي ندخل الفلوس وافق. فبديت كندير ديك الحلوه وتنبيع للناس وليت ما تنساليش تنبقى خدامه نهار كامل حتى الزوج ديال الليل. غير كتجي شي وحده كتاخذ الكوموند ديالها توقف عليا اري لي الفلوس. كنهزهم وكنعطيهم ليه لدرجه انني عمرني ما جديت شي فلوس شي كوموند في يديا. 7 شهور وانا تنخدم في الحلوه، 7 شهور وانا تنعس على الزوج ديال الليل، 7 شهور العلاقه الزوجيه منعدمه ما بيني وما بينه غير المشاكل وصداعات الراس. عمركم شفتوا شي وحده كتمشي عند راجلها هي كتقرب منه وهو كيتهرب منها؟ انا كنت باقا تنبغيه وهو داير كيف الوحش حتى ولات العلاقه ما بيناتنا شبه اصلا مستحيله. بقوت ما كان كيضربني بحال تأزمت نفسيا وليت بالليل كنكون ناعسه حتى كنهضر وكنتخنق وكنبدا كنبكى وكنبدا كنبكي. هو حدايا تيبدا كيوعدني والله ما نقرب لك والله ما نقيسك والله ما نفعل لك. فبقيت خدامه وكنجمع حتى جمعت 9 ديال المليون اللي غادي ياخذها ليا. اما علاقتي به كيف قلت لكم ولات مع وحش، غير اذا دخل وسلمت عليه كان تيصرفقني ولو مشاكل اللي هما كبار ما بيناتنا. دازت المده مبقاتش العلاقه ما بيناتنا نهائيا، ولينا بحال الخوز كل واحد تينعس بوحدو وفرقنا الفراش. وليت كنخرج نقرا وهذه كانت احسن حاجه درتها. تنجي للدار كنخدم للناس الشغل ديالهم لدرجه ولاو الجزاره هما تياخذوا من عندي بمئات كيلو وما فوق. زادوا لي الطلبات وما بقيتش لاقيه كيفاش نحك راسي، اهملت راسي. اصلا هو ما مسوقش ليا وما جمعنا حتى شي حاجه من غير واحد الوريقه. ولينا بحال الخوت وما كانش لا يكسيني ولا يشري ليا ولا يتهلا فيا حيت كان فلوسي كان ياخذهم ليا، علما انه هو اللي حط الاثمنه ديال لي كوموند وهو اللي كان تيشدهم. وانا كنت غير تنخدم باش ننسى الواقع المر اللي كنت كنعيش معاه فيه. حتى لواحد النهار غادي تجي عندي واحد المراه غادي تاخذ عندي بزاف ديال لي كوموند لدرجه ولات كتاخذهم كل نهار حتى ولينا صحابات. فبدينت تنعاود ليها المعاناه ديالي مع هذا الزوج الكريم وبلي انه كنفكر في الانتحار وكنحس براسي بلي انه عايشه كجسد فارغ بدون روح. غادي تقول لي ديك البنت اللي ولات صاحبتي هربي واجي عندي للدار. فبلاص ما تقول لي تهلاي في راسك ولا تنصحني، قالت لي هربي واجي وانا غادي نشدك. دويت مع ماما وهذه كانت اول مره غادي نتفرقع وغادي نعاود لها حياتي الزوجيه كيف دايره لدرجه انها تصدمات. ما يمكنش تكون عايشة هادشي كله وفاء. فهاد الوقت غادي يوقع ما بيني وما بينو شي مشكل اللي ما عقلتش عليه بالضبط. غادي يصوني على ماما باش انه يقول لها ما تليش بغيت بنتك وقولي لها تهز حوايجها وتمشي في حالها. واش انت متاكده فلان انك بغيتيها تمشي؟ نقزت وقلت لها حتى انا ما تليش بغيتوها ماما، بغيت نمشي في حالي. غادي يهز يديه وغادي يبدا كيخبط فيا وماما كتسمع في المكالمه شنو طاري، كتطلب فيه وتزاوق باش انا ما يحطش عليا يديه. وانا تاكدت ماما من الكلام اللي كنت نقول ليها، قالت لي غادي نعيط لخالتها باش انا تجي يديها وانت راه ما عندنا ما نديرو بيك. هادشي كامل وقع وبابا مازال ما شافكوش، مازال ما تلاقاوش وكانوا كيهضروا مع بعضياتهم غير في التليفون. سنين ديال العذاب معاه وكنت نقول مستحيل نتفرق معاه. ورغم الحقره اللي كنت كنعيش معاه والاهانه كنت الاسم ديالي المعروف مدام دلال بمعنى مدلوله، كنت نقول واخا نموت ما نتفرقش معاه. السيده اللي كنت كنقاد ليها الحلوه صاحبت انا وياها وبدات كتوسوس ليا وكل نهار كتقول لي هربي اجي لعندي وبعدي منه. انا ذاك درت 20 سنه كنت مازال باقا صغيره وما عنديش تجارب في الحياه. واحد النهار هو كان في الخدمه جمعت حوايجي وقال المسائل ديالي، هزيت الوراقيه ديالي وصونيت عليه قلت ليه فلان واش ما تليتيش كتبغيني؟ قال لي انا متاكد بلي انا ما تليتش كنبغيك.
صافي انا غادا في حالي، ما يمكنش فين بغات تمشي في حالك؟ قطعت عليه، لكن قبل ما غادي نمشي في حالي غادي نهز التليفون ديالو اللي كان عطاني، وهنا غادي نلقى التصاور ديالو مع بنات اللي فاست معاهم في صور مخله للحياه. وهنا فهمت الغياب اللي كان فيه فاش كان كيبعد مني وكان هاجرني. درت النقاب ديالي وخرجت مشيت عند ديك السيده اللي تما اللي عندها غادي يبدا عذاب واحد اخر واللي غادي نختصره لكم. هو بدا كيدوي ليا وكيطلب وكيرغب وكيبكي، ولكن ما تيقتوش. كنت عارفه بلي انه غادي يدير ليا شي قلب ويديني المغرب ويحيد ليا اوراقي، اولا واحد فينا غادي يقتل الاخر، لانه اصبحت العلاقه ما بيناتنا جد سامه اولا تقدر كاع تكون قاتله. غنمشي عند ديك السيده وغادي نولي خدامه عندها، كنصايب ليها الحلوه، كنشد ليها ولادها وكنديهم للمدرسه، وفي نفس الوقت كانوا كيسرقوا ليا الفلوس ديالي. خالتي ما قدرتش نمشي عندها حيت ما وقفاتش معايا، وعندي خمسة ديال عمامي هنا، حتى شي حد ما وقف عليا ولا عقل، حتى حد ما وقف معايا ولا عقل عليا. وليت دراسة عندها باختصار مفيد. غادي نضطر انني نحيد النقاب ديالي حيت كان خاصني نخرج نخدم. هزيت حوايجي وخرجت من عندها وما لقيتش فين نمشي، وهذا الشيء كامل والديا راه معايا في الخط، ولكن ما تنعاودش لهم الخطوات الحاليه نتاع ديك الوقت، لانه من طبيعي ما تنبغيش نعاود الحوايج اللي هما خايبين. وانا متاكده اذا سمعوا القصه ديالي اليوم غادي يتصدموا من احداث اللي ما عاودتهمش لهم. فاش خرجت من ديك السيده غادي نمشي نعس حدا واحد السكه ديال التران لمده 3 ايام او بالاحرى 4 ايام. النهار الخامس غادي نعيط ليه وقلت له واش بغيتي نرجعو، حيت انا صافي استسلمت وقلت غادي نرجع ليه وتهلكت. صونيت عليه واش بغيتي نرجعو، قال لي ايه وجداني انا وحوايجي. بدا كيغوت وكيعاير وقال لي بلي انه عارف كلتي فاسده، وبدا كيطعن لي في الشرف ديالي. دويت لبابا وقلت ليه انا رجعت لفلان، قال لي اذا مشيتي حتى رجعتي ليه راني ساخط عليك دنيا واخره، حيت حلفت ليه لانك رجعتك ليه ماما غادي تعصب عليا. بقيت معاه واحد الاسبوع وكل نهار الميساجات ديال بابا، اذا ما خرجتيش من عنده انا راني ساخط عليك دنيا واخره. انا فهاد الوقيته غادي نلقى خدمه في واحد لوطيل، جمعت حويجاتي وقلت ليه الله يعاونك فلان. حتى هو ببساطه قال لي بسلامه، هزيت حوايجي ومشيت، وكانت هذيك اخر خرجه ليا من عنده. عطيتها الخدمه واموري بدات كتحسن، وهنا كانت نهايه الماساه ديالي معاه، وربي غادي يجيب لي نافذه ديال الفرج. نضرت الدبلوم ديالي ديال الحلوه وليت حلاويه عالميه اللي يمكن لي نخدم بداك الدبلوم في اي بلاصه ولا على الصعيد العالمي. خديت زوج ديال الدبلومات من بعد واحد اخرين، واحد في الاقتصاد وواحد اخر في شعبه واحده اخرى. خدمت في بزاف ديال الخدامي، لان اليوم من بعد ما خديت ديبلوم في مساعده الممرضه مشيت كنخدم في دار العجزه ولله الحمد، وقدرت نشري الدار ديالي في المغرب بثمن جد مهم، وهذا الشيء بحرك كتافي ومن نهار تفرقت على داك خينا، وانا فرحانه بهذا الشيء اللي وصلت ليه اليوم. المهم البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا هي مولات هذه القصه، وهي قصه 100% ديالي وحقيقيه وعشتها انا بكاع الظروف ديالكم بكاع الظروف ديالها. وبغيت نقول لكم الناس واحد النصيحه، وقراو قراو قراو قراو، ما تعتمدوا على حتى شي راجل في حياتكم، وما تقولوش راني غنتزوج وغنرتاح وغنستقر وغندير عائله وبزاف ديال الحوايج. هو مزيان الانسان يطمح لها الطموحات ديال انه يدير عائله وكل شيء، ولكن خاصو ضروري في الاول ضروري خصو يقرا ويوصل داكشي اللي بغاه، وديك الساعه الزواج راه غيجي، راه عمره ما غيهرب الزواج، ضروري غيجي لحقاش داكشي اللي مقسم لك الله سبحانه وتعالى هو اللي غدوزي في حياتك. وحاجه اخرى هو انكم واخا تكونوا مزوجين بواحد الشخص اللي عارفينه وصادق، ولكن بقاو ديروا دائما الاحتياط في علاقتكم، وما تبقاوش تعطيو لواحد الشخص بزاف ديال الحوايج اللي ديالكم. لحقاش البنات راه القصه ديالي راه وقع لي بزاف ديال الحوايج في حياتي خايبين، والحمد لله اللي انني تجاوزتهم. كون كانت شي بنت اخرى كانت بزاف ديال الحوايج غيوقع ليها، بنت 18 عام في الغربه بوحديتها، راكم عارفين شنو كيكون المستقبل، شنو كيكون يقدر يوقع لها. ولكن الحمد لله برضات الوالدين وقع، الحمد لله انا بخير وعلى خير. المهم النصيحه ديالي هو قراو وخدموا، قراو وخدموا، قراو وخدموا، هذه شي حاجه اللي غادي تنفعكم بزاف في حياتكم. وكنتمنى انكم تقولوا لي شي حاجه، بغيت نسمع منكم شي حاجه، بغيت نشوف التعاليق ديالكم، انا مهتمه باش انني نشوف التعاليق ديالكم ونعرف شنو غتقولوا لي. وهادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم. هذه كانت حكايتي.
وهذه كانت حكاية وفاء يا سادة يا كرام. الحكاية اللي صراحة كانت جيد طول، ولكن اختصرتها في بزاف ديال الأحداث باش أنا نقدر نعطيكم باختصار مفيد أشنو اللي لقى ليها بالضبط، مناش دازت، ونهار قصحات راسها وبغات تدي داك اللي هي اللي بغاتو، أشنو كانت النتيجة ديالها معاه. اولا كانت صغيره، ثانيا دات واحد كبر منها ب 15 عام، وماشي دائما كيصدقوا ازواج اللي هما كبر منها بهذا الفارق ديال السن، لانه هي فاش يلاه تبدا المراهقه حيت زوجات على 15 عام هو غادي يكون عيام الحياه وباغي ما عرفت اشنو. ثالث حاجه ما تصنتش الوالديه. رابع حاجه ربما نقدر نلوم واحد شويه والديها في هذا الامر، لانه في هذا السن ما كنعطيوش ولادنا انهم يتزوجوا، مازال ما ناضجينش وما نقدروش نحملوا شي شاب في هذا السن ديك المسؤوليه اللي هي كبيره وعظيمه، خصوصا مع واحد الفارق اللي هو كبير ديال السن مع شخص بحال هذا. فهذا الشيء كله ماشي مشكل، فاش كتكون نهايه بحال هكا جميله وكتكون محفزه، كنقول كل شيء اللي داس فيه خير، ربما باش ربي يوصل لهذا الانسان لهذا المقام انها تخرج للخارج وانها دير دبلومات، كان خاصها ضروري تدوز من هذه المرحله في حياتها باش انها توصل لهذا المقام، حيت كون ربما ما داتش من هذا الشيء كامل كانت غادي تبقى دائما في بلاصه، وهذا هو كان قدرها. فالحمد لله انها تعلمت منه، انها ما سلماش، انها ما دخلتش في حالها، وانها ما دارتش يديها على حنكه، ورغم انها كانت تبغي هذا الانسان او متعلقه به حتى هي براسها ما عرفاش، ولكن انا كنقول بلي انه تعلق، لانه 15 سنه غيكون فقط تعلق، فكانت نهايه اللي هي ايجابيه وهي مازال في العشرينات ديالها دات هذا الشيء كامل، فان شاء الله غادي يكون مستقبل اللي هو حافي ان شاء الله عندها، وربي غادي يعوضك وغادي يجيب لك الزوج صالح بما انك صالحه. وهذا الشيء اللي كاين، تنتمنى ان تكون القصه نالت اعجابكم، خليو تعليق جميله لصاحبه الحكايه اللي هي وفاء، ودمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله، وسلام سلام.